بإذن الله. بما إن إحنا ذكرنا بقى المباراة القادمة نعم والإياب واللقاء المنتظر وكل الناس على أعصابها، خلينا برضو نكون طبعا صراحة. بس قبل ما أروح معاك لده، الذهاب كان 90% أو 80% تقريبا من التحليلات والآراء إنه ماتش قوي وإن هيبقى فيه خطورة وإن يا رب نتعادل. الكلام ده يمكن إحنا كلنا سمعناه، نعم، ولكن الحمد لله الأهلي أثبت عكس كده تماما، نعم، وشرفنا بشكل كبير جدا. الذهاب الإياب بقى، إياب السبت الجاي إن شاء الله، بتشوفها إزاي من وجهة نظرك يا كريم اللي المفروض يحصل علشان نقدر نقول إن إحنا نتخطاه وكمان بكرة حلوة وبانتصار كمان قوي؟ شوف يا جواند، من ساعة ما الحكم صفر، فيكتور جوميز صفر بنهاية المباراة، اعرفي إن لعيبة الترجي ومعين شعباني حطوا في بالهم خلاص ماتش القاهرة ده من الدقيقة الأولى، أنا مش هضيع وقت. مش هضيع وقت. هجوم من البداية. أنا هنزل أهاجم. احنا شفنا طبعا حمدي النقاز الباك اليمين والياس شتي الباك الشمال اكثر من رائع، الاثنين في مباراه الذهاب كانوا طايرين طول الوقت على طول في نص ملعب، طايرين 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 طايرين. لكن انت تخيلي ان في وجهه نظري في الماتش الجاي الاثنين هيطيروا ومعاهم واحد من من السيرد باكات، يعني في واحد من المساكين كمان هيهاجم. الترجي هيفتح خطوطه يعني لدرجه قد تصل انه يهاجم بتسع لعيبه. ليه؟ انه مش هيبقى عايز يضيع وقت. شيء مهم جدا جدا ان احنا نبقى بنبدا ان شاء الله باذن الله باذن الله المباراه الجايه بالشكل اللي انهينا بيه المباراه يعني السابقه. نخلي بالك نقطه مهمه برضه لازم نحطها في بالنا. تاخير الساعه اللي حصل بسبب اعمال الشغب في استاد رادس وضحت لنا حاجه، اللي هي وضحت لنا ان احنا اسلوب التغذيه بتاعنا واحنا بدنيا احسن من الترجي. تاني الساعة اللي الماتش اتأجل فيها من 6 لـ7 أكد لنا إن التغذية في النادي الأهلي، أسلوب التغذية والتحضير لمباراة والبدني بتاع لعيبة الأهلي أفضل من الترجي. ليه؟ لأن لعيبة الأهلي والترجي 100% أكيد وقفوا أكل، المفروض الماتش 6، هم وقفوا أكل الساعة 3 أو 2:30 ماكسيموم، 3 دي ماكسيموم يعني. أوكي. فقعد 3 ساعات وهو عامل حسابه إنه هيخوض المباراة الرياضية من 6 لـ8، الساعتين دول. هو يبقى اتاخرك ساعه، الساعه دي ما اتاخرت راحت عليك انت، ما حدش هياكل. فبالتالي هنمد ساعه كمان، يعني من 7 لـ9. صحيح. احنا بالظبط جت الدقيقه 60 لعيبه الترجي خلاص. كان واضح بصراحه في الملعب. كله امانه، مفيش، ده امر بدني ملوش دعوه بالمهارات الفنيه والتاكتكس والحاجات دي، ده امر بدني. فجت الدقيقه 60 هم مش قادرين، فدي نقطه مهمه جدا لازم احنا واخدين بالنا منها. ان الترجي لما بيتضغط في مجهود بدني بيتعب، وعشان كده كان واضح جدا بيتسو موسيماني بيلعب لعبه استحواذ من بدايه المباراه، مرر الكوره كتير. اللعيبه دي لو انت خدتهم من اليمين للشمال كتير هيتعبوا وهيتم استنزاف قواهم البدنيه، فدي نقطه برده مهمه جدا احنا نستغلها مع طبيعي الدفعه اللي بقى الترجي جاي بيها عشان يحرز بيها يعني يعوض بيها هدف الذهاب، وان شاء الله نجرهم للضغط والهجوم ونقدر احنا نتعامل على الهجمات. لما ان شاء